تعالى وبركاته. أبنائي وبناتي، قبل أن نبدأ درس اليوم لابد من أن نذكر بعنوان الدرس السابق الذي درسناه في مكون الإملاء. إذن ما هو عنوان الدرس السابق؟ نعم يا بنيتي، صحيح، عنوان الدرس السابق لمكون الإملاء هو القمرية والشمسية. أحسنت، أعد يا بني، عنوان الدرس السابق لمكون الإملاء يا معلمتي هو القمرية والشمسية. إذن من يعطيني كلمة قمرية؟ أجب أنت يا صغيري. نعم، البطل، الولد. أحسنت، من يعطيني كلمة شمسية؟ نعم يا ولدي. نعم، الطبيب، تعليم. نعم، جيد. إذن سأنتقل بكم إلى درس جديد لمكون الإملاء. إذن سأقرأ لكم جملة: بمدرستنا قاعة للإعلاميات للتدرب على استعمال الحاسوب. إذن أكرر، بمدرستنا قاعة للإعلاميات للتدرب للتدرب على استعمال الحاسوب. ماذا نلاحظ يا أبنائي؟ نلاحظ أن كلمة الإعلاميات كلمة قمرية. إذن كلمة قمرية. إذن سأضيف إلى كلمة إعلاميات لام مكسورة، لام مكسورة، لتصبح كلمة الإعلاميات بعد إضافة اللام المكسورة للإعلاميات، للإعلاميات. إذن أضفت هنا كسرة، لذلك أقول لام مكسورة، وأيضا السكون تكتب كما تنطق، لل لل لل. هنا عندي كلمة تدربي، تدربي، ت ت ت تدربي. هذه الكلمة يا أبنائي كلمة شمسية، كلمة شمسية، سأضيف لها اللام المكسورة لتصبح للت للت للت. إذا هنا اللام المكسورة، إلا أن هذه اللام لا أضع لها أي حركة، لا أضع لها أي حركة، لتصبح للتدربي، للتدربي. ماذا أفعل؟ أحذف الألف وأبقي على اللام، وأبقي على اللام، ثم أضيف لام مكسورة، ثم أضيف لام مكسورة. أستنتج يا أبنائي، هذه القمرية سبقتها اللام المكسورة لتصبح كلمة إعلاميات للإعلاميات. هذه أيضا الشمسية سبقتها لي لام مكسورة لكلمة تدربي، فأصبحت للتدربي. هنا أضيف لام مكسورة، بالنسبة لهذه اللام لا أضع فيها أي حركة، لا أضع فيها أي حركة. إذن يا أبنائي درس اليوم هو القمرية الشمسية بعد لام مكسورة، بعد لام مكسورة، بعد لام مكسورة. ننتقل يا أبنائي هنا، فقط التذكير بالنسبة للقمرية، هنا البطل، المعلم، بالنسبة للشمسية النسر، أذكر شدة لا أضع أي سكون، تعليم، أذكر شدة لا أضع أي سكون. أبنائي وبناتي انتبهوا لكي لا نقع في الخطأ. بالنسبة للشمسية قلت لكم حينما أضيف اللام المكسورة هنا يا أبنائي، انظروا هنا كسرة، هنا لا أضع أي حركة، هذه الكلمة الصحيحة، بينما ننتبه إلى الكلمة الخاطئة التي لا ينبغي كتابتها في الإملاء. أننا نقدر أننا نكتب اللام هنا المكسورة وثم نضع بعد تلك اللام المكسورة شدة، لا، ها هي الكتابة الصحيحة يا أبنائي. إذن للمزيد من الاستفادة إنجاز، أطبقوا، أكملوا، أكتبوا صفحة 24.